البشرى لطيبة بالنبي تآخيا وتآلفا، ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من هنا من طيبة الطيبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحديدا من مشروع الصدقة الجارية التابع لجمعية البر بالمدينة المنورة. هذا المكان يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: أو صدقة جارية. من أراد أن يجري له صدقة جارية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا باب الله لك مفتوح، ونوال الله ممنوح، وخير الله عليك يغدو ويروح. شاركون الأجر، وتذكر الدال على الخير كفاعله. اللهم كل من نشر هذا المقطع وساهم في نشره، اللهم يا حي يا قيوم اجعل له أوفر الحظ والنصيب. بشرى لطيبة بالنبي تآخيا وتآلفا، ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا.